السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم شباب عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعاً إحنا بقالنا فترة ما نزلناش الفيديو، لسه بعمل فيه إيديت اللي هو بتاع تركيب السترينج ويل. بس سريعاً كده أشرح لكم إيه اللي أنتوا تقدروا تستخدموا منها وإيه المواصفات بتاعتها. زي ما شايفين كده، في عندي العداد دوت. طبعاً عندك الجزء اللي يدي اليمين والشمال ده خاص بالـ RPM، هتلاقيه ماشي مع الار بي ام بالظبط اللي في التابلوه. لو انت جيت على المنطقه اللي هي الحمراء المفروض تغير فيها وتعمل شيفت، يعني هتبدا تنور كلها وتديك فلاش مع صوت بيب بسيط كده، تمام؟ مش هتعمل شيفت يعني. لو انت اصلا مش مركز مع الداشبورد ومركز بس مع الطريق، هي هتديك فلاش تعمل انت ايه، بس تعمل شيفت بلس او تزود السرعه يعني، تمام؟ تزود الجير، سوري معلش، تمام. طيب ايه اللي انا محتاجه من الشاشه ديت او ايه اللي فيها بالظبط؟ اول حاجه في الشاشه ديت عندي ده الشاشه اللي انا واقف عليها على طول، دي فيها الانجن لود وفيها درجه حراره الميه، تمام؟ الانجن لود زي ما انتم شايفين ده حسب دوستك او دعستك على دواسه البنزين نفسها. فالمحرك دلوقتي شغال مثلا ب 14% 9% 7%، ده اللود الفعلي اللي على المحرك عشان يخرج العزم بتاعه عشان يقدر يحرك العربيه، تمام؟ طبعا عشان انا شايل رجلي من على البنزين تقريبا، فبيبدا ينزل خالص، ابدا ادوس اهو، عايز اطلع تاني بيبدا يسيب معايا، تمام؟ دي حراره الميه، ده اول عداد. تاني عداد عندك هنا التربو، التربو والبطاريه، ده شحن البطاريه وده التربو، تمام؟ هوريكوا لو انت ضغطت شويه هيقول لك انت فاتح بوست كام، بوست هنا بالبار طبعا، تمام؟ دلوقتي يعني خلينا لسه الطريق قافل شويه، لو فتح حاول اضغط شويه اوريكم التربو ايه، يجيب البوست. مع ان انا عندي ليك في التربو في الهواء بتاعه من الكونكشن على طول، انتوا عارفين الجزء اللي هو البلاستيك اللي هو الفليكسبل دوت اللي راكب من التربو على الانتيك ده، انتوا عارفين على طول بينشف ويبوظ بالذات في الحر اللي هنا مع درجات الحراره العاليه كمان بتاع التربو. كنت انا مغيره قبل كده على القناه بس باظ، هجيبه الومنيوم احسن وافضل بمليون مره. ده طبعا البوست هنا صفر. بصوا انا ضغطت اهو بدا البوست يزيد اهو، تمام؟ بس انا عشان الطريق واقف. غير العداد ده عندي ايه تاني؟ طبعا انا نسيت اقول لكم ان في سهمين، سهم يمين وسهم شمال، هقول لكم استخداماتهم. طيب دوست كمان مره، خلينا ندخل على القيمتين دول بعدين. عندك دلوقتي الار بي ام وعندك السرعه بتاعتك ديجيتال. طبعا انا عندي السرعه ديجيتال موجوده هنا وموجوده في التابلو اصلا، يعني موجوده عندي في التابلو هنا سرعه ديجيتال وهنا ديجيتال وهنا وهنا، فانا مش محتاجها في حاجه اصلا. طيب عندك ايه تاني؟ بس رجعنا كده للقائمه دي. طيب بعد كده عندك لونج بريس اللي هو الرايت كي تو ريس، لو انا دوست على دوت مده طويله بيعمل تشيك الكلام ده، انا واقف هوريه لكم. بعد كده اللونج بريس عشان تدخل على الاوبشن او السيتنج مود، وتقدر تدخل تختار بقى لون الليد، تختار حاجات كتير قوي في العربيه او في القائمه نفسها، هوريها لكم، تمام؟ انا طبعا يعني بثبتها على درجه حراره الميه، ده افضل حاجه بالنسبه لي، ده اللي انا بحتاجه، تمام؟ هي بصراحه شغلها كويس جدا بصراحه، ممتازه، شكلها ممتازه. انت بتستخدم حتى تقدر تغير لون الليد ده وتقدر تغيره بالكامل، فلذيذه وممتعه ومسكتها حلوه جدا. الشيفتنج بادلز مسكتها حلوه جدا اصلا، موضوع الكربون فايبر كله لذيذ جدا بشكل جميل بصراحه، يعني حتى متماشي مع بقيه الكربون فايبر اللي احنا عاملينه في العربيه داخلي وخارجي. بصراحه اوفرول ممتعه جدا جدا، تجربه سواقتها ممتعه جدا، تحسك ان انت استخدامها مبسوط وانت بتستخدمها. بصراحه انا واحد من الناس استمتعت بيها جدا بصراحه. طبعا مش هقول لك انا يعني موضوع الشيفتنج بادلز والقصص ديت مش هتستخدمها كتيره وانت بتسوق عربيه مكانتها كبيره، بس ان كيس انت استخدمتها ما عندكش مشكله خالص، شغاله وشغاله كويس جدا، ممتعه بصراحه. يكفيني الماسكه والمنظر والكلام ده بصراحه، بحسسك تديك الشكل والانطباع اللي انت عايزه اللي نفسك فيه بصراحه. ان شاء الله برضو اخلص بس الايديت بتاع الفيديو، لانه بصراحه كنت طولت فيها وتركيبها كان صعب شويه، انا ركبتها بنفسي، بس هي المشكله كلها ان ما كانش في فيديوهات شرح للتركيب الطاره ديت موجوده في العالم العربي بتاعنا قوي، واللي كان بيركبها
الاجانب كلهم الشرح كويس كل حاجه، بس كان 316 مش منتشر قوي، فاللي كان بيركب على عربيات 320 328، فالمشكله العربيه كانت بتبقى بري وايرد او كانت معده مسبقا للوايرات والحاجات دي. لا انا ما كانش عندي الواير، فاضطريت ان انا اوصل الواير واعمل كل القصص دي بنفسي. تركيبها سهل جدا جدا سهل، فيها حاجه واحده بس اللي صعبه، ويعني انا كنت كرهت الطاره بسببها، ان انت تفك الاير باج بتاع الاير باج، مش ده مش الشكل ده، لا الاير باج اللي هو بتاع طارتن اللي هو العريض ده، ده بصراحه سيء جدا جدا جدا. انا قعدت في حوالي ساعتين عشان افكه. كل الناس على الفيديوهات اجمعوا يا جماعه ان الموضوع صعب جدا في الفك، عايز واحد بروفيشنال عشان يفكه. دورت على 50 حل ان انا افكه، وكله يقول لك اسهل حل اسهل حل، بس اسهل حل للناس بروفيشنال يعني، اسهل حل الناس متمرسه عليه وفكته وبتواجه فيه صعوبات في الفك، لكن اسهل حل الواحد لاول مره في حياته يفكه لا طبعا يعني. تمام، انا طبعا يعني الحمد لله قعدت اتشقلب شويه لحد ما لقيت حل بصراحه انا شايفه افضل حل تماما، لان انت بتبقى شايف كل حاجه بعينك ومش محتاج معدات وبتاع زي ما الناس بتعمل، هو التليفون بتاعك وشكرا. تمام، هوريكم انا عملت ايه ان شاء الله، بس بحاول اعمل ايديت كويس. للاسف طبعا كنت مصور الفك والقصص دي كلها بالليل، كاميرات فصلت مفيش نور كويس بتاع زي ما انتم عارفين، لان انا ببقى في الشغل بتاعي الصبح بعمل الكلام ده كله بالليل كده. بحاول على قد ما اقدر اخرج لكم حاجه تتشاف تتفهم، مش اللي هو الايديت الواو ولا الكويس ولا البتاع، بس والله على قد ما اقدر بحاول اخليه بس حاجه شكلها سهل ان انتوا يعني تعم الفايده، انت تفهم انا عملت ايه ومش اكتر يعني. تمام، احاول بس اما افضى لان الايديت بتاعه واخد وقت طويل قوي، احاول بس افضى ان شاء الله واعمله وانزله لكم وانقل لكم التجربه الكامله. عندي ليك انا في التربو، في زي ما قلت لكم القطعه اللي هي بتاع الانتيك اللي داخله على اللي جايه من الانتيك نفسه، فبس اصلحها ان شاء الله اطلبها واغيرها، هعمل لكم التجربه التسارع بالشيفتنج بادلز وكل حاجه، ونشوف في العربيه بتجيب من 0 ل 100 في كام، وتبقوا معايا واحده بواحده ان شاء الله كده. و خير، خليكم بس متاكدين انتم متابعين مشتركين في القناه كده ان شاء الله عشان اجي لكم كل جديد، وان شاء الله مع بعض واحده بواحده كده نشوف هنوصل لفين. السلام عليكم.